مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده بنستمر في الجزء الثاني من حوارنا مع النجم الكبير الفنان محمود رضا من داخل منزله في حي المانيا اللي امبارح يمكن اتكلمنا عن بدايته ونشاته وحياته الانسانيه. النهارده بنستكمل حوارنا مع الفنان الكبير ومعانا ايضا شريكنا في هذا الحوار النجمه شيرين محمود رضا. عايز ارجع بقى معاكي لافلام بابا. ميكروفون معاك اتفضل. لأفلام بابي، أنا فاكرة وأنا صغيرة فيلم إيه كان حرامي الورقة اللي كنت بضرب التلفزيون عشان بابي كان بيبوس حد تاني. كان بيبوس مين؟ لا مش حرامي الورقة. حرامي الورقة نجلاء. كنت فاكرة، أنا فاكرة إن أنا كنت بضرب التلفزيون. ليه بقى؟ مش مبسوطة ليه بابي بيبوس؟ أنا فاكرة الكلام ده. يعني كنت قد إيه؟ كنت صغيرة أوي. بس بحب الأفلام دي. بتحب ايه من افلام بقى؟ بحب غرام في الكرنك. نمره واحد غرام في الكرنك، اتنين حرامي الورقه، ثلاثه اجاز نص السنة. طيب اول فيلم عملته كان ايه يا فندم؟ اشتركت في افلام بس مش بطوله. زي ايه؟ نور عيوني مثلا. عملت رقصه. هل دخول فرقه رضا وبطوله حضرتك ومدام فريده الافلام ده كان استغلال من المنتجين ساعتها للنجاح الباهر اللي كانت عاملاه فرقه رضا في الشارع المصري؟ هو ده حصل في اجازه نص السنه. لان هي السينما بتدور على البطولات. يعني واحد بطل العالم في الملاكمه يعملوا له فيلم، واحد سوبرانو مش عارف ايه وناجح، هم بيستغلوا ان ده ناجح اوريدي. اجازه نص السنه ناجح. ايه اجمل استعراض بتحبها في اجازه نص السنه؟ اجازه نص السنه ايه؟ ان احنا اوريدي ناجحين. يعني ما حصلش ان احنا استفدنا من اجازه نص السنه. اجازه نص السنه استفادت من نجاح فرقه رضا. ايه الاستعراض اللي انت كنت فرحان بيه قوي في اجازه نص السنه؟ يعني كنت شايفه مبسوط منه، كنت انت حضرتك بتصمم الاستعراضات كلها. مظبوط؟ كان اكثر استعراض يعني بتنبسط لما بتشوفه ايه؟ الفيلم ده الناس كلها حافظاه على فكره. انا مره هي فيها غنوه عايزين ناكل هم هم هم. عايزين ناكل هم هم هم. وفيها اغاني اللي عايز اتكلم فيها، في عايزين ناكل اكلات يعني. عايزين خضار. انا شامم ريحه خل وثوم. ايوه. وانا مثلا من ضمن فكنت بصلح التكييف بتاع العربية. فأنا واقف بعد ما صلحت بتحاسب، ففي واحد من اللي بيحاسبني عمره ما اتكلم معايا. يعني بقيت الصناعية يقولوا لي الفيلم والأجازة وده جامد، ما بتعملوش أفلام ثانية إلا ده. ما نطقش معايا خالص. وبعدين هو بيحاسبني طلع الحساب كذا، وبعدين بص لي كده قال لي أنا شامم ريحة خل وثوم. عايزين ناكل. ايه اللي مشاهد تعجبك في الفيلم ده؟ اجازه نص السنه. اجازه نص السنه؟ كله حلو. كله حلو. ازاي كل الناس كانت حلوه في الفيلم؟ يعني الصوره جميله. الصوره حلوه. بالالوان الطبيعيه. اللي بيعملوا ادوار صغيره. يعني زي حسن عفيفي. دول كانوا في الفرقه يعني استاذ حسن عفيفي. بس مش ممثلين. مدام هناء الشرباجي، الفنان محمد العازبي انضموا لفرقه رضا. لا كانوا في رضا اصلا. هم كانوا اصلا. والغريب انهم لا هم ممثلين ولا خريج مع التمثيل ولا اي حاجه علاقه بالتمثيل الا رقص. لكن كل واحد عمل دوره ممتاز. شطاره مين بقى؟ علي رضا. بس الحقيقه فرقه رضا خرجت كتير من الممثلين، يعني كتير جدا من الممثلين. شوف حضرتك هناء الشرباجي طبعا، مدام هناء النهارده من كبار الممثلات، وكتير جدا يعني خريجين كانوا راقصين وراقصات في فرقه رضا وبقوا نجمات. انا متهيألي ان احسن ناس يمثلوا خريج الرقص. ليه يا فندم؟ بياخدوا تعليمات مظبوط، بينفذوا تعليمات مظبوط، وعندهم برضه في بداية تعليم الرأس يرجع خطوة قدام. يجوا الفرقة ثلاث ساعات قبل فتح الستارة. ليه؟ لأن
متعلمين في فرقة رضا كده. ليه 3 ساعات؟ افرض ان واحد ما جاش، يبقى عندنا 3 ساعات نعلم حد تاني دوره. يعني كل الحاجات دي لها اسباب. حضرتك كنت فنان شديد شويه صح؟ شديد بذوق بأدب. يعني مش شديد اشتم ولا اجرح حد، لا، لان انا حضرت مشيت الظروف دي وانا بشتغل مع الاريا البليل الارجنتيني. المعاد معاد، مفيش حاجه اسمها ترميه عطلني ولا اتاخرت عشان كذا. فاكر مره نازل من اللوكانزا رايح المسرح، لازم اكون الساعه 5 عشان عندنا بروفا مخصوصه لدراسه حاجات. انا متعود ان اللي بيعمل البروفات دي اللي بيحكمها رئيس الفرقه اللي هو الرقص الاول. فانا لقيته قاعد في الكافيتيريا بياكل حاجه بيشرب حاجه قبل الميعاد، يعني فضل على الميعاد مثلا ساعة ونص. فقال لي تعالى اقعد، فقعدت. الكلام خد، الميعاد فات وهو قاعد. رحت دخل قبليه وانا داخل والولاد كلهم في المسرح، تعالى هنا، اتاخرت ليه؟ كان قاعد معاك. كان ايماني عندك خصم مثلا 50 ايه. فصلت ما بين كنت انت حضرتك قاعد معاه من شويه وانك انت النهارده. هو قام وانا كنت بشرب حاجه لسه بتاع، يمكن رايح هنا يمكن هنا. انا رايح. بس في البيت كنت شديد، يعني انت انت بنت الوحيده مظبوط؟ كان بابا جيب معاك؟ خالص. طب احكي لي بقى المقابل الاول في البيت. لا بالعكس، كنا صحاب من وانا صغير، يعني كنا بنسافر نروح اسكندريه ويكند مع بعض انا وهو، بس ياخدني السيرك ونروح نتغدى ونتعشى رحنا اوروبا مره، رحنا كذا مره. لا كان لذيذ، كان اب ظريف متفهم. بابا عمره ما ضربك؟ عمره خالص. زعق لي مرتين في حياتي، مره وانا صغيره قوي ومره وانا كبيره. بس يعني من نفسي. طب وهي صغيره زعقت لها ليه يا فندم؟ عملت ايه؟ دلع، متدلع بقى ومش عاجبني حاجه. وقعدت كنت اعمل لا ايه انا بعمل كده، فقال لي كفايه بقى مفيش حد عاجبك. فقعدت اعيط طول الليل، يقول لي معلش، وعيط وعيط لحد الصبح. فقال خلاص عمري ما هزعق لها تاني. المره الثانيه؟ المره الثانيه بقى انا كبيره طبعا، كنت شقيه فزعق لي. بس لا كان ظريف جدا الحقيقه. حفيدتك بقى بنت شيرين، يعني كلمني عن شعورك كجد بقى. نور جميلة جميلة، يعني ما توصفش. يعني مين أحب عندك، هي ولا شيرين؟ لما بحلم أحلم بهي أو شيرين، نور أو شيرين، مش عارف، هي واحدة منهم. يعني أحلم شيري نور، يعني ما أقوم عايز أفتكر بقى هي كانت مين، ما أعرفش. يعني احنا عنده بالنسبه له واحد. لما جت في يوم من الايام كنت عايز تتجوز وجوزت الفنان عمرو دياب، كنت موافق على الجواز؟ عمرو طلبها مني ازاي؟ انا نايم، هو جاي البيت وانا نايم، ما اعرفش ايه اللي خلاه يعمل كده. جالي ووقف كده هو على الحيطه وانا نايم في الحيطه دي، قال لي انا طالب منك شيرين. قلت له طيب، ونمت. انت تعرفي دي دخل، يعني عشان انت بنت الوحيده دخل في حياتك، يعني ممكن يكون مثلا في مشكله بينك وبين جوزك او كده، كان يتدخل في حياتك؟ لا خالص، انت مستقله. مستقله. هو علمني من وانا صغيره، اداني المسؤوليه، يعني ما كانش بيعاملني على ان انا بيبي، عاملني على ان انا شخصيه لازم تتحملي المسؤوليه من وانت صغيره، لازم تعرفي انت بتعملي ايه، لازم تفكري تستعملي مخك. وسابني بيشوف اعمالك، بيشوف الافلام اللي بتمثلها، يعني عملت افلام جميله ومسلسلات و... شفت طبعا. نجمه كبيره ومتميزه جدا. ايه رايك فيها؟ يعني انت عين الخبير بقى، مش عين الاب، عين الخبير، تنصحها بايه لما بتلاقيها عامله دور؟ تقول لها ايه؟ اعملي ازاي؟ تستشيرك ايه؟ لا في مخرج وانا مصمم، وانا مصمم رقصات.
حرام. بس انت ممثل قوي حضرتك، عملت افلام نجحت جدا ونجاح باهر، فمن حقك انك انت توجهها. كان بيوجهك بابا؟ لا لا، عمره قال لك مثلا الدور ده اللي عملتيه مع احمد زكي كان لازم يبقى كذا؟ هو انا واثق في كذا حاجه، واثق في اللي بتشتغل معاهم، يعني مثلا مخرج مثلا نادر جلال، خلاص فهمي عبد الحميد، انا واثق في نادر قمم دول الله يرحمه قمم، وبعدين واثق فيها هي يعني عندها نظره فنيه اكثر من اللي هي عايزاه كمان، عندها نظره فاتفرج وانا معجب. اظن شيرين حته منك. يا ريت. انا حتى فيها ايه منك؟ انا اشبه له. اه طبعا. وتشبهي مامي كمان. انا ورانا بس ورا الكاميرا. فيكي ايه من بابا؟ يعني بحاول ان انا اتعلم منه الصبر. لان مامي عصبيه، احنا صغيرين مامي كانت عصبيه. بابي رايق، ما يتعصبش، ما يزعقش. دي بتحتاج تدريب. اسهل حاجه ان ما فيش حاجه، الحاجه ما تعجبكش انك تزعق وتشتم، انما صعب ان الواحد يمسك اعصابه. امتى زعقت يا استاذ محمود؟ يعني امتى كنت غضبان بجد؟ نعم. امتى كنت غضبان بجد؟ ايه المواقف اللي مرت عليك في حياتك كنت غاضب فيها؟ يوم ما الرئيس جمال عبد الناصر اصدر قرار بتاميم فرقه رضا سنه 62 كنت غاضب؟ سنه 59 61. كنت غاضب؟ لا، أنا غضبت كتير وأنا وكيل وزارة. وأنت وكيل وزارة؟ مع فرقة رضا لا. لكن قرار التأميم ما زعلكش؟ ما زعلتش؟ ما كانش تأميم. أمال؟ كان تأميم. لا. بس إحنا كنا هو التاريخ بيقول تأميم، حضرتك عايز تسميه حاجة تانية، أنا تحت أمرك. هما كانوا مبسوطين. ليه؟ عشان عبد الناصر كان بيحبهم. بيحبهم، بيجي فرقة رضا في كل مناسبة، فضمهم للوزارة عشان يعرف يصرف عليهم يعني ويساعد. بس كده يعني كان كده. كل مشاكلنا الفنية والإدارية سببها وزارة الثقافة. يعني المفروض وزارة الثقافة تكون كل ذكرياتنا الفنية يعملوا لهم تسهيلات مش يعملوا لهم صعوبات. كل احنا لما ابتدينا فرقة الثقافة، هل وزارة الثقافة حاربت فرقة رضا؟ هل وزارة الثقافة ضد الفن الشعبي؟ المنظر بيقول كده. المنظر بيقول كده. يعني احنا كنا فرقة جديدة، وزارة الثقافة كانت مهتمة برضه بالنواحي دي. يعني ما تنكرش ان سارة تركاشة كان السبب في حاجات نجاحات كتير قوي في الأكاديمية دي كلها. سارة تركاشة إنقاذ آثار النوبة، سارة تركاشة. إنما مشاكلنا كانت مع سارة تركاشة بسبب اللي بيشتغلوا معاها. مثلا واحد مدير مكتب كان موسيقي، موسيقي يعني هاوي موسيقى، وهو تعاملاتنا كلها معاه. فإحنا وإحنا فرقة خاصة لينا طلبات، يعني مثلا عايزين مسرح نشتغل فيه. احنا فرقه بترقص وعندنا رقصات جاهزه وملابس جاهزه ومزيكا جاهزه وكل حاجه. احنا كان يتهيألنا ان وجود مسرح ده شغلانه بسيطه. المسارح كلها تبع وزاره الثقافه. طب ده سهل بقى، المفروض يدوكوا اي مسرح. لا، يبقى المسارح مقفوله ما بتشتغلش وما يدوكوش مسرح. واحنا حالنا ليه بقى؟ غير طب ما انتوا شغالين في الثقافه، انتوا شغالين في الاحزاب. هم عايزين، هم فرقه وزاره الثقافه انشات فرقه رقص شرقي او شعبي، انشات مش ساعدت. هم عايزين يبقى ليهم الفضل، فما يدوناش مسارح، يقولوا لنا يلخبطوا الامور. يعني خلي اعملوا رقصه، اعملوا عرض، وخلي الوزير يتفرج. ليه؟ هو الوزير هو اللي هيوافق. نقوم نعمل الرقصة، العرض كامل. احنا عندنا رقصات صغيرة، نعمل رقصة ورقصة وعرض
ويدونا مسرح الأوبرا. طبيعي مش هتدفعني بقى مسرح الأوبرا بتاعكم، يعني زي ما انت عايز تخليني أغني لك تقوم تقول لي اعمل لي بروفا في بيتك، لما اجي اعمل بروفا في بيتك تدفعني ايجار؟ ده كلام مش منطقي طبعا. فعملنا عرض في عرض كامل وعملناه في الأوبرا ونستنى ان الوزير يجي، ما جاش. وبعدين ما حصلش موافقه او اتفاق، يعني حاجات من الشكل ده. واخر وزير مش كان جاي لحضرتك البيت انا المفروض؟ اتضح ان اللي قالوا انه جاي كانوا عايزين هم يبقوا جايبين الوزير وجايين يجوا معاه، وان هو كان عنده مش عارف، طلع ما فيش ده كله وما يعرفش عن الحكايه دي حاجه. شيء غريب الحقيقه ان وزاره الثقافه عندها فرقه كبيره زي فرقه رضا وعندها قامه كبيره جدا زي حضرتك، ربنا يديك الصحه، لازم تستفيد منه اخر يعني لاخر وقت، لازم تكون دايما انت موجود في المشهد لانك انت صاحب الفكره وصاحب البصمه وصاحب التفكير وصاحب الابداع. شيء غريب الحقيقه، يعني حتى اللي زي حضرتك ما يطلعش على المعاش، انا عارف انك طلعت على المعاش. ما ينفعش تطلع على المعاش، اللي زي حضرتك ما يطلعش على المعاش. يعني استاذ عبد الوهاب في المزيكا ينفع يطلع معاش؟ وهكذا الاستاذ محمود رضا مش ممكن في الفن الشعبي يطلع معاش. كل حاجه تنفع عندنا. حاجه غريبه قوي صح؟ انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا رايي ان كل حاجه تنفع، احنا ابهرنا المجره بصراحه. صح؟ في كل المستويات ابهرنا المجره. ايه الاخطاء اللي الثقافه وقعت فيها؟ الناس هناك موظفين ما لهمش دعوه بالثقافه. فكل واحد بيمشي حسب الروتين وعاوز يخلص لك شغلك ولا لا، فما بقالهاش ليها دعوه بالثقافه، بقى ليها دعوه بوظيفه. لكن استاذ محمود ده ما كانش موظف. وهو ده الغلط اللي عملوه، ان هم اعتبروه موظف هتودوه على المعاش. معاش ازاي؟ اظن يوم خروجك على المعاش كان شيء مؤلم بالنسبه لك، انك تسيب الفرقه اللي انت بتحبها. اسمها فرقتك. اسمك اوجع المعاش. فرحت. ليه بقى؟ اخر وزير جه بالنسبه لي، يعني في الوزراء يمكن 15 20، كل واحد له تخصص. وزاره الثقافه دي صعب تلاقي لها وزير. ليه؟ اصل وزاره الجيش، وزاره الحربيه ثابت، وزاره الطيران طيار، وزاره الصحه دكتور، وزاره العدل مستشار، ما فيش مشكله. انما وزير الثقافه يبقى ايه؟ مغني ولا ممثل ولا راقص؟ ينفع كل ده؟ ايوه بس ينفع ويبقى ناقصه كذا وكذا وكذا. ولازم يكملوا بالناس اللي عندها خبره زي حضرتك. فلما يبقى عندك مشاكل، افترض ان هو شاعر، ان هو اديب، ان هو رسام، يبقى ياخد باله من الرسامين ويسيب الباقي. لو شاعر ياخد باله من الشعراء ويسيب الباقي. اختصار الابداع كله في مجالك بس ده غلط. بس فيهم كويسين، يعني في ان التخصص بتاعه يغطيه او يجيب ناس في التخصص ده هو يشتركوا معاه. يعني واحد محامي يقوم يجيب دكتور ويجيب موسيقي ويجيب وهكذا، يقوم يدي لكل واحد تخصصه. انما ده اللي هو مين بقى؟ فاروق حسني. فاروق حسني عنده حب النفس. عايزك توجه كلمه لوزير الثقافه اللي موجود النهارده، تقول له ايه؟ توصيه ايه في الثقافه لفرقه رضا؟ ربنا يكون في عونك. وتقول له ايه على فرقه رضا؟ يعمل ايه في فرقه رضا؟ انا متهيألي النظام كله الفن مع الحكومه صعب. انا بفكر في طريقه، جايز يقولوا ايه الهبل ده؟ ولا مفيش وزاره بالنسبه للرأس ده، يعني ما يبقاش تبع وزاره، يتعمل ميزانيه مثلا 20 مليون جنيه بالنسبه للفرق الفنيه، ما يبقوش تبع الحكومه، يسيب الناس تعمل اللي هي عايزاه. فرقه رضا عملت فرقه، ايه بتعملوا؟ هتعملوا ايه؟ هنعمل مشاريعنا كذا وكذا 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 وكذا، وعندنا شويه فلوس برضه هنعمل بيها الملابس وهنعمل بيها الموسيقى، بس محتاجين ديكور، محتاجين كذا كذا كذا، فاحنا عايزين منكم المساعده دي، ومعاها مثلا 5 مليون، وهنقدم الاتي كذا 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 كذا. يقوموا يعملوا لجنه دايما كوزاره، بس لجنه عندهم
إمكانيات إنهم يدوا المنح دي أو المساعدات دي، واستنوا سنة عملنا اللي قلنا عليه ولا ما عملنا. فهمت حاجة من كلام حضرتك؟ مش عارف فهمتها صح ولا لا. أنت تريد القضاء على البيروقراطية في الحكومة، صح؟ الأقل في الفن. أنت ضد البيروقراطية الحكومية؟ ماليش دعوة بالحكومة، أنا بتكلم على فرقة رضا. لا بس أنا بتكلم، أنت واضح إنك أنت عانيت من البيروقراطية في شغلك في فرقة رضا، صح؟ يعني مثلا أقول لك أمثلة صغيرة، هعمل برنامج جديد والبرنامج ده هيلف العالم، وعايز الموسيقى بتاعته يعملها محمد عبد الوهاب. ليه لا؟ احنا فرقة ناجحة، والعالم لما هيتفرج على محمد عبد الوهاب مش سيد حسن الله مثلا، فيقولوا لا، اللي ماسكين الامور دي فلوس ميزانيات ما يعرفوش اللي انا بقوله ده، يقوموا يقولوا لا احنا نعمل مناقصة. يبقى نجيب بقى عم ما اعرفش مين اقل واحد عشان ارخص كلام، اقعد بقى ناقش فيه ونعلم فيه. عايز اسال حضرتك عن اثنين مهمين في حياتك قوي، المايسترو الموسيقار العظيم علي اسماعيل. اولا دوره ايه في حياتك؟ انا عايز اعرف يعني، اصل لما بفتكر المزيكا اللي عملها لك لفرقه رضا بشعر يعني بحس ايه ده؟ ايه الموسيقى المتطوره جدا اللي سابقه زمانها؟ لما بفتكر مثلا فيلم غرام في الكرنك واغنيه الاقصر بلدنا. نبتدي من الاول. نبتدي من الاول، ما هو ده نهايه المطاف او اللي نقدر نتكلم عليه، انما البدايات. عملت المستعجل، انا مستعجل دايما عايز اخلص، فعملت الرقصات على ايقاع لان مش عارف الموسيقيين مين، يعني اعمل لي مصمول توم توم، اي ولد عندي في الفرقه يلعب مصمول فلاحي، عملت رقصات. فالبرنامج كامل تقريبا كامل عايز بقى موسيقى، فبدور على الموسيقى، لقيت موسيقى مشهور أو يمكن ما أقدرش اسمه، قلت له الحكاية كذا كذا كذا، قال لي هتكلف كذا كذا ألف جنيه كذا ألف جنيه، ما عندناش كذا ألف جنيه، قال لي صاد معلش أنا أعملها في المزيكا وبعدين نبقى نتكلم فيها. سبت له تصميم الرقصات وعدد كل مزورة كل الحاجات دي، واداني ميعاد مثلا شهر، رحت ما لقيتوش موجود حتى في الخير، فأنا عايز خلص. فابتديت أتضايق يعني، جالي مود وحش، فعلي رضا قال لي مالكش دعوة أنا هجيب لك، هجيب مين مالكش دعوة أنا هعتمد عليك. جاب لي واحد قال لي اسمه علي إسماعيل، قلت له ما أعرفش حد اسمه علي إسماعيل، قال لي معلش يعني على جبنا علي إسماعيل، المكان اللي بيتمرن فيه كان فيلا بتاعت فريدة فهمي وحسن فهمي، فيلا اللي ساكنين فيه دون نصارى، وحطينا بور بار في الحيطة عشان بتوع الباليه وبتاع، وشلنا حيطة حطينا مراية بوظنا له البيت خالص. فجبناه يتفرج على الرقصات، قعد ورقه وقلم وكتب كذا مزوره راس الصعيدي كذا، وراح اختفى. هو كمان يدور عليه، لقاه ابنه حصل له حادثه، ميه سخنه وقعت عليه، فودوه المستشفى وهو راح قعد معاه في المستشفى. فرحنا له بقى نديله ورد بالقليله، لقيناه قاعد على السرير هو علي اسماعيل ولابس جلابيه بيضة ورجليه من هنا بيضة جميلة، وعم ماسك ورقة وقلم وبيكتب نوتة، ونوتة مترميه في الأرض، وواحد ماسك نايم يعني في الأوضة بتاعت العيال. عمل البرنامج كله تقريبا وهو في المستشفى خلاص. فبيسأله بقى
هتكلفنا كام؟ الراجل الثاني ما خدش، لا ما ينفعش. قال ولا مليم. ازاي ولا مليم؟ قال له ده هديه من كل البرنامج ساعتين مزيكا ببلاش. معقول؟ طب انت هتقود الاوركسترا هتاخد كام؟ وكل موسيقي هياخد كام؟ عايزين نعمل طبعا ميزانية. قال ده 1.5 جنيه في اليوم، وده 2 جنيه في اليوم، وده طلع كل البتاع 23 جنيه. ولا طب وانت؟ قال ولا مليم. اشتغل البرنامج الاولاني كله تقريبا شهر او شهرين ما ياخدش ولا مليم. بتحب ايه لعلي اسماعيل من الحاجات اللي عملها البطل؟ بحبه هو. لا ايه الحاجات اللي دايما شوفي احنا بنتكلم على فنانين عمالقه ازاي يعني، انا اظن النماذج دي بتشتغل. في الاغنيه بتاعت يا حلو ايه يا ورده يا بلدي يا ست، دي اللي بحبها قوي، دايما بغنيها لنور وهي صغيره، دي اللي في مخي من وانا صغيره. بتقول ايه؟ يا ورده يا بلدي يا ست الورد، احبك حب ملوش حد، بس في الشتاء وفي عز البرد. ايه تاني بتحبه له الحاجات اللي بتعتز بيها معاه؟ الحقيقه انا بعتبره حتى اوبرا اللي عملها بتاعت الارض الثائره اللي اتخذ منها مزيكة ترد قلبي بعد كده، الحقيقه شغل عظيم يعني، شغل الاستاذ علي اسماعيل بجد يستحق ان احنا نفرد له حلقات بجد. هقول لك بس انت كنت ثنائي رائع. هقول لك حكايه بعد ما تسمعها مش هتسال حاجه ثانيه على علي اسماعيل. بص يعني بيعمل لي رقصات وبشتغل معاه يعني، دي طب صوت دي شويه، اثر دي شويه، خلي ده سريع، خلي ده يعني متعود ان احنا نعمل الرقصه مع بعض كده، وده ما بتعملش في العالم كله تقريبا. في العالم كله عندك مزيكا تعمل عليها رقصه، عندك رقصه بتحط لها مزيكا، انما شويه كده وشويه كده ده اللي بنعمله. فبعمل رقصه لفريق الفهمي، بكلم علي اسماعيل نايم، بكلمه مرة ثانية ثاني يوم، علي اسماعيل في الحمام، علي اسماعيل خرج، علي اسماعيل هو بقى كمان لما يكون بيعمل عملية يتفرغ ليها 100%، يعني ما يعملش حتة هنا وحتة هنا، يعني يديلك نفسه. بعدين رحت واخد مراتي روضة وشنطة الهدوم وفرشة السنان وبتاع، ورحت عليه خبطت لقيته قاعد في الصالة على البيانو. قلت له ما انت هو يا عم؟ قال لي ما انا خلاص خلصت، انا بخلص عشان نتفرغ لبعض. طيب اقعد. جاب لي كرسي وكنبة، قلت له انا معاك ومراتي مع مراتك. مراته اسمها نبيلة أنين ما تعرفش انجليزي، ومراتي انا لسه جايه مصر ما تعرفش عربي. فبقوا يتكلموا مع بعض، دي تقول لها ايوه، ودي تقول لها وي، ودي تقول لها يس، يعني ونضحك على الكلام بتاعهم. قعدت اشتغل معاه وهم دخلوا في الاوضه جوه ولبس النوم، وانا لبست البيجامه، عامل خطوتين ثلاثه يكتب حتى كده يكتب وبعدين انام. الساعه 3 يصحيني يقول لي نكمل. وبعدين عملنا بالشكل ده والسلام البرنامج، وطلع ممتاز، المزيكا رائعه والراس لابس مع المزيكا وكل حاجه، وبنحتفل بقى وبعدين قال لي بقى انا عايز اقول لك سر يعني ما تزعلش مني. ايه؟ قال لي جيت في يوم قلت لك، جيت في يوم انا نسيت اقول لك، قال لي اللي عملناه امبارح مش عاجبني، طب عايز ايه؟ نعيده ثاني، نقوم النهارده نعيد شغل امبارح. ماشي ان شاء الله نقعد شهر. قال لي اليوم اللي قلت لك فيه مش عاجبني انا ما كنتش بعمل فيه شغلك، كنت بكتب فيلم، بكتب الحاجات الموسيقى التصويريه الفيلم. يا خبر ابيض. قال لي ايوه بس الشغل طلع كويس. قلت له
بس شغلني معاك ليه؟ متألف انت؟ قال لي لا، بس بتديني ايحاء وبتديني الهام. الهام. قلت له طب بتصحيني الساعه 3 الصبح ليه؟ قال لي عشان تسليني. اكتر استعراض بتحبه غرام في كارنك ايه؟ مسرح. بنى المسرح. الناس تقول لي كده، الناس تقول لي من غير ما اسال انا، يقولوا لي الرقصه بتاعت بنى المسرح ده. بنى المسرح ده احنا هنبني مسرح في معبد الكرنك. عايزه فكره ايه اعمل بقى من المسرح برقصه؟ زي ما تقول تعمل رقصه للحمير او رقصه لحاجه مش بني ادم يعني. مسرح بيتبني. فعملناه طلع بديع. تعاقبت اجيال كثيره جدا في فرقه الاستاذ محمود رضا. الاجيال دي بدات منذ زي ما قلنا عام 59 واستمرت لغايه عام 2016. النهارده معانا احدث يعني الجيل الجديد المنضم اللي بيتولى اماكن ومراكز مهمه جدا في فرقه الاستاذ محمود رضا، الاستاذه نسرين بهاء، وهي مدربه وبطله فرقه محمود رضا. اهلا بحضرتك استاذه نسرين. استاذ ايهاب حسن مدير ومخرج فرقه محمود رضا، اهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هل نعتبرك انت يعني امتداد لمدام فريده فهمي؟ لا خالص. يعني لا، يعني هو انا بقوم بالادوار اللي مدام فريده قامت بيها، بس طبعا مدام فريده قامه وما حدش يقدر يقول انا مدام فريده الثانيه يعني. بس الحمد لله انا كان من يعني من حظي السعيد ان انا دخلت فرقه رضا. للاسف كان استاذ محمود مشي، ما كانش موجود ساعتها. أيوه. فعرفنا بعد كده ان استاذ محمود طلب مجموعه من البنات والشباب عشان يعملوا معاه عروض ليالي التلفزيون اللي كانت استاذ محمود بيصممها يعني. أيوه. فانا رحت ضمن البنات والشباب دي، وكنت لسه داخله الفرقه ما بقاليش 3 شهور يعني. المهم استاذ محمود عمل لنا اختبارات بوجود مدام فريده يعني، وكان ليا الحظ ان انا من ضمن البنات والشباب اللي استاذ محمود اختارهم يعني. بس وبرده من حظي السعيد ان البنات دي واحده فيهم اتجوزت والتانيه سافرت، فضلت انا. انا بقى اللي فضلت مع استاذ محمود من سنه 96 لغايه دلوقتي. اختيار الاستاذ محمود رضا ليكي جه ازاي؟ يعني ايه المقومات اللي كان بيفكر فيها عشان تبقي راقصه فرقه فنون شعبيه بتحمل اسم محمود رضا؟ والله هو طبعا لازم الهيئه يعني، الراقصه لازم يبقى فيها تناسق في جسمها، طبعا الاذن لازم تبقى موسيقيه. الرقص مش اهم حاجه، اهم حاجه ان هو شاف ان في حاجه جوايا. انا حتى لو كنت لسه ما اتعلمتش كويس، كنت ما صادفتش استاذ محمود او مدام فريده وما خدتش الخطوات الصح، بس هو شاف ان انا بفهم بسرعه، او انا عايزه ابقى حاجه كويسه في الفرقه يعني. انا لما دخلت الفرقه مش كان كل همي ان انا ابقى راقصه، لا، انا كان كل همي ان انا ابقى حاجه في الفرقه، راقصه اولى ثم مدربه، كان عندي تطلع يعني. فاستاذ محمود اكيد شاف ده يعني. هو اكتر حاجه بتعمليها وانت فرحانه ان اتعاملت قبليك مع مدام فريده فهمي؟ كانت رقصه الاسكندراني دي، كانت حلم عمري يعني. الحمد لله. يمكن استاذ ايهاب مخرج ومدير الفرقه، اكيد التعامل مع فنان كبير ومبدع زي الاستاذ محمود رضا ليها طريقه خاصه. طبعا استاذ محمود قامه كبيره جدا، والحقيقه الواحد انا من 1977 انضميت للفرقه، وتدرجت فيها من راقص مبتدئ لراقص اساسي، ثم بطل الفرقه، ثم مدرب الفرقه والمشرف الفني، وصدر لي قرار من الفنان فاروق حسني في مطلع 2008 ان انا اتولى اداره فرقه رضا. والحمد لله يعني بشهاده الجميع واساتذتي وعلى راسهم الاستاذ محمود رضا ومدام فريده فهمي، لان انا كان ليا الشرف ان انا اعمل اليوبيل الذهبي لفرقه رضا، وحضروا الفنان الكبير محمود رضا بعد فتره طويله يمكن ما دخلش البالون. والحقيقه كنت صاحب يعني من وجهه نظري او من وجهه نظر الاساتذتي ان يعني اضفت طفره في الفرقه من 2008 لغايه ما تركت الفرقه، وفي بعض المشاكل نتطرق ليها بعد كده في 2014 انا ونسرين وانضمينا او اعدنا تكوين بعد طبعا موافقه الاستاذ محمود فرقه محمود رضا. الفرقه يا فندم مكونه من كم واحد؟ الفرقه مكونه من 50 غير النجمه طبعا، 50 ولد وبنت بالاضافه للاكسسوار والملابس كان الفرقه كامل. لان الحقيقه طبعا انا خدت خبره كبيره جدا من الاستاذ محمود، يمكن سر نجاحي على المستوى الشخصي يمكن انا حاصل على شهاده الايزو في الاداره في سنه في نوفمبر 2014، وانا برجع الفضل في الشهاده دي اللي يمكن ما حدش خدها في مجالي في مصر، يمكن في الشرق الاوسط،
اللي اتعلمته اللي شفته من الاستاذ محمود رضا. اتعلمت منه ايه؟ اتعلمت منه الانضباط وان انا اركز في شغلي. يعني انا افتكر مره حادثه صغيره جدا, انا احنا كان الاستاذ محمود رضا يعني نعدي من بعيد لما يكون قاعد في حته, احنا بنعدي من بعيد لانه كان قامه وكان بالنسبه لنا شيء عظيم جدا جدا لدرجه ان احنا نهاب ان احنا نقرب او نتكلم فيه. فكنت راقص مبتدئ بس كنت الحمد لله مميز شويه في فرقتي, وبعدين بنعمل بروفا وكان اللي ماسك الفرقه الوقت ده كتدريبه كده الاستاذ جداوي رمضان, ورقصت انا, حطني كان في حد من الزملاء غاب فحطني في الصف الاولاني, فانا كنت سعيد جدا جدا ان الاستاذ محمود رضا هيشوفني وانا برقص في الصف الاول. وكان الفرقه خرجت اجيال كتير من المدربين, استاذ حسن عفيفي, قولي الاسماء كتير, يعني قولي اسماء اللي اتخرجوا كافضل مدربين رقص او كممثلين وممثلات. في كتير جدا يعني في يعني ال 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 المدربين, في الله يرحمه الاستاذ احمد حسام الدين, ربنا يديله الصحه الاستاذ فاروق مصطفى, الاستاذ نبيل مبروك, طبعا الاستاذ جداوي رمضان, الاستاذ حسن عفيفي, في الاستاذ فريد ابو سنه, في قامات يعني في كتير جدا. في التمثيل طبعا مدام هناء الشرباجي طبعا, وفي خرج يعني كتير جدا اتجهوا الاتجاه ده, كان نواتهم فرقه رضا. يمكن احنا بنسافر بره وبنقابل دكاتره على مستوى راقي جدا وعالي جدا في اي مجال من المجالات مش الطب بس, بيبقى هم بالنسبه لهم فخر ان هو كان في فرقه رضا ان شاء الله لمده شهر او لمده سنه, فبيفضل يتشدق بانه كان في احد اعضاء فرقه رضا. اظن انطباعك وانت راقصه في فرقه رضا غير لما تكوني راقصه بشكل عام ولا ايه؟ لا انا تفرق يعني لما اقول راقصه في فرقه رضا طبعا غير لما اقول راقصه بشكل تاني. لا انا اساسا من وانا صغيره كان طموحي فرقه رضا, كان بيجي كل يوم خميس سهره الموشحات, دي كانت معروفه جدا. لكن ما تقدريش تروحي تشتري راقصه عاديه لا ما اعرفش متعرفيش. لان انا جيت من بيتنا دخلت فرقه رضا, فانا اللي فهمته والثقافه اللي انا عارفاها ان انا راقصه فنون شعبيه زي محمود رضا وفريده فهمي. طبعا الرقص الثاني يعني برضو ليه احترام وكل حاجه, بس انا كعيلتي والمجتمع اللي انا عايشه فيه حواليا القريب مني يعني راقصه فنون شعبيه دي افضل لي كتير, وحاجه انا بفتخر بيها على فكره. مش يعني مش مثلا اما حد يسالني في شغلي ايه بدور على حاجه اقولها, لا انا بطله فرقه رضا ومدربه فرقه رضا. تحب تقولوا النهارده واحنا يعني يكرم هذا التكريم؟ اقول ان ده يمكن شيء قليل جدا جدا بالنسبه للفنان الكبير محمود رضا. الفنان الكبير محمود رضا يستحق اكتر من كده بكتير, يستحق من الدوله ومن وزاره الثقافه اكتر من كده بكتير. استاذ محمود رضا هو الفنان الوحيد في العالم اللي بقى ليه مدارس تدرس فنه صحيح. واسلوبه في كل, مش في العالم يعني, في اي بلد في العالم كل محافظات البلد او نجوع البلاد دي بيبقى ليها مدارس, بقى في قائم بيزنس قائم بذاته من الملابس والرقصات والتدريب والمهرجانات بتقام على 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 اسم الفنان الكبير محمود رضا. بقوله ربنا يديله الصحه والعمر يا رب, ودايما يمتعنا بذاكرته الجميله واسلوبه او تعليمه عن طريق غير مباشر لجميع اللي حواليه. فطبعا الاستاذ محمود رضا قامه كبيره جدا جدا, وكان نفسي يطلق اسمه على 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 الاوبرا المصريه او على احد اهم شوارع مصر او على الاقل أو على احد قاعات يعني, يعني طبعا طبعا يعني معهد العالي للبلي. كان المفروض مقر الاستاذ محمود رضا وفرقه رضا اللي نشا كان المفروض يبقى متحف دلوقتي, للاسف ده لم يتم. كان المفروض يبقى متحف ومزار لجميع العالم اللي بيسال على الفنان الكبير محمود رضا, وطبعا انا ببارك له وبهني له على الدكتوراه الفخريه, واتمنى ان هو ان شاء الله ربنا يديله الصحه والعمر ويبقى يعني في يعني يسقينا من فنه ومن خبرته ومن انتم محظوظين بالشغل معاه. الحمد لله طبعا 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 طبعا. انا استاذ محمود مش بس انا شايفاه محمود رضا اللي علمني الرقص, لا استاذ محمود بالنسبه لي عشره عمر, وهو بالنسبه لي في مواقف كثيره جدا حصلت بعيد عن الفن كان اب ليا وكان اخ في بعض الاوقات, وكثير جدا كنا مثلا اروح اشتغل معاه فهو يلاحظ ان انا متضايقه ويبقى عندنا شغل وهنعمله, يقول لي تعالي ونوقف الشغل اقعدي اللي مضايقك, اقعد احكي له. كنت اللي بستغرب له ان هو ازاي بيقدر يفصل بين الشغل وبين الانسانيه اللي جواه, وكان يقعد ويديني نصايح ويديني وما كانش يقوم نكمل شغل غير لما يتاكد ان انا فعلا فهمت اللي هو عايزه. وبجد حقيقي هو ليه فضل عليا في حياتي كلها فنيا وانسانيا وحاجات كتيره جدا, وبجد انا سعيده جدا 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 مع انها جت متاخره بس الحمد لله يعني, وربنا يديله الصحه وطول العمر لان هو بجد انسان يعني ربنا يخليه لينا كلنا يعني يستاهل يبقى فنان الشعب فعلا. اسالي بابا ايه؟ اسالي بقى اسالي اللي احنا ما نعرفوش. انت هتعرف ايه؟
انت هتعرف بحبك انت بالظبط كده. لا دي شيرين بالنسبه لي الدنيا كلها. وهي بتحس بكده طبعا. كورس عايز تقولي له ايه طيب؟ بحبك. اتعلمت منه حاجات كتير قوي، يمكن انا ما كنتش حاسه وانا صغيره ان انا بتعلمها، انما لما كبرت اي كاتش بلاقي نفسي ان انا بحاول اتصرف زيك. طبعا كتير بفشل بس بحاول. لا لا ماشي. انا مره قلت لها كنت مبسوط منها، قلت لها اشكرك عشان بقيتي بنتي. وانا اشكرك عشان انت بقيت والدي. ما كنتش عايز ولد يا فندم؟ يعني مع البنت مش عايز ولد؟ ولا هي بنت ولد؟ لا لا انا يعني هي تعتمد عليها؟ تعتمد عليها؟ انا كنت عايز بنت. كنت عايز بنت. هي المفروض تعتمد عليا بقى. تحب تقول لها ايه؟ انا بحب فيها حاجه بتتكرر كل يوم. بتتكرر كل يوم، هي ما تعرفش. تتكلم في التليفون. ازيك حبيبتي؟ انا سامع عامله ايه؟ كويس؟ كله تمام؟ كله تمام؟ مش عارف ايه ايه ايه. يلا باي باي يا حبيبتي، باي باي يا حبيبي. اقول له باي باي يا حبيبي. انت بتحب بس استنى الكلمه دي. مامي قالت لي، انت عارف كده؟ مامي قالت لي. حب، قصه حب. كلمه باي باي يا حبيبي دي. انا وانا صغيره كان نفسي اتجوز واحد يشبه له بالظبط وشكله زيه وطريقته زيه. أنا أتمنى لك كل صحة وسعادة. وبجد إحنا فخورين بحضرتك. وعلى المستوى الشخصي أنا سعيد النهاردة إن أنا كنت مع حضرتك في هذا الحوار، وشرف ليا كبير إن أنا أقعد مع قامة كبيرة وقيمة كبيرة زي حضرتك الفنان الكبير محمود رضا، لأن الاسم والسمعة والفرقة تاريخ فني طويل. وتغيير منظور لفن البعض كان بيراه بشكل دوني، حضرتك خليته فن سامي وراقي. فأنا بحمل لك كل حب وتقدير مني ومن كل المشاهدين اللي بيشوفونا واللي شافوا أبهاتهم وهم بيسعدوا بشغل فرقة رضا، وولادنا اللي احنا برضو طالعين يتعلموا على فرقة رضا، لأن الفن الشعبي فن راقي وعظيم. ربنا يخليك. وبشكر جدا الفنانة الجميلة شيرين رضا، لأن بجد أنا سعيد جدا باستضافتني النهارده في البيت عندكم. وأنا صحيح كان كبت البيت شوية كده، لا خالص، بس أنا بجد فخور حتى بالأبوة والبنوة والحب الجميل. و ميرسي يخليك. ميرسي يا دكتور عمرو. ميرسي جدا. ميرسي لك. أشكركم جدا. دي حلقتنا النهارده كانت من منزل الفنان الكبير الأستاذ محمود رضا، وفي حضور الفنانة الجميلة شيرين رضا بنته. أنا كنت سعيد بهذا اللقاء، وأتصور إن حضراتكم سعداء جدا بان احنا نشوف هذه القيمه الفنيه الكبيره في حديث نادر جدا قلما يتحدث الفنان الكبير. وانا بشكره مره ثانيه على اتاحه الفرصه لي ان اكون موجود النهارده، وانا واثق ان حضراتكم سعداء زي ما انا سعيد بوجودي النهارده في حضره هذا الفنان الكبير. دي حلقتنا النهارده من بوضوح. بشكركم جدا. اصبحوا على الف خير.